طيب نطلع بقى دلوقتي عشان نشوف مع حضراتكم أحوال المرور والحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة. ده هيكون بالتعاون مع تطبيق بيقول لك الإلكتروني واللي بنقدمه لحضراتكم بشكل حصري على قناة تانو ومن خلال برنامج صباح الورد. نبدأ من كوبري أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين، معظمه بطيء جدا ما عدا من مدينة نصر للعروبة كويس. احنا لسه على كوبري اكتوبر، لكن من مهندسين لمدينه نصر معظمه سالك ما عدا من مهندسين لحد شارع العجوزه ما بيتحركش. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد معظمه بطيء جدا ما عدا من فندق ماريت لوسط البلد مش بطل. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين لطيف. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه ماشي ما عدا من نفق العروبه لكوبري 6 اكتوبر ما بيتحركش. لسه على صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه بيتحرك ما عدا من كورنيش النيل لحد حديقة الفسطاط ده بطيء جدا. المحور من الشيخ زايد للمهندسين معظمه مش بطال ما عدا من أركان لهايبر ما بيتحركش. وأخيرا المحور من المهندسين للشيخ زايد مش بطال.